قول ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فيه فوائد هنا، من الفوائد أن من أراد أن ينشط نفسه على العبادة ببدعة فإن هذه البدعة لا تزيده خيرا إنما تحدث له شرا. فهؤلاء أرادوا أن يتذكر كل منهم هؤلاء الصالحين، لكن حصل من ذلك في العصور التي تليهم هذا الشرك بالله، وهذا كما يصنع في بعض الاحتفالات التي تدعى بأنها احتفالات دينية، مثل ليلة الإسراء والمعراج، مثل المولد النبوي وغيرها من الاحتفالات. فإنك ترى أن المحتفلين من أنشط الناس على العبادة في تلك الليلة، لكن بعدما تنقضي هذه الليلة يحصل فتور كبير، بل إن البعض منهم قد لا يصلي بعدها وقد لا يذكر الله بعدها. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي، وفي رواية أو ضبط: وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا حث عليه الصلاة والسلام أن يتمسك بسنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الواجب على الإنسان أن يسير حيث سار الشرع وأن يقف حيث وقف الشرع.